متوازنة في حياتنا، ويجب أن يكون لها دور كبير ومكانة هامة في حياتنا اليومية. هذا صحيح، فعن طريق القراءة يمتلك الفرد كنزا ثمينا يستخدم به عند باقي الكنوز، لأنها تكون بالنسبة له الباب الذي يدخل به إلى باب المعارف ويختار أفضلها وأزكاها. نعم، فالقراءة هي أهم وسيلة من وسائل التعلم، ولا تحتاج إلى إمكانات ضخمة، تحتاج فقط إلى كتاب وجلسة هادئة وعقل واعي لكي تستوعب ما تقرأ وتتعلم الكثير والكثير عن كل شيء تريده. أحسنت يا صديقي، فالقراءة تعمل على توسيع مدارك الفرد وتوهج عقله وتحسن لغته وتجملها حتى إن لم يكن يشعر بذلك، كما تهذب نفسه وتزكيها وتسمو بها. وهي كذلك خير صديق وأوفى رفيق من الممكن أن نصاحبه في كل الأماكن وفي كافة الأوقات. لذلك يجب أن يعود الآباء أبناءهم على القراءة مع الحرص على أن تكون المادة المقروءة مسلية وجذابة، حيث تثير اهتمام الأطفال وتنمي خيالهم. وأيضا أن تكون المادة المقروءة قصيرة ولا تدفع الطفل إلى الملل. وكذلك أن تكون القراءة منظمة ومستمرة كل يوم، بحيث يدرك الطفل أن هذا الموعد مخصص للقراءة مزيد من المتعة والفائدة، فهيا لنواصل قراءتنا نستفيد ونستمتع. Thank you.